السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا متابعينا الكرام، حياكم الله جميعا. عندنا 1998 مرسيدس E55 AMG Cut، يا سلام سيارة سلمكم الله، ما هي أي سيارة. الـ AMG Cut أصبح الآن وجودها في السوق صعب جدا، يعني خصوصا سيارة AMG Cut القديم، ما هو الجديد، الجديد موجود متوفر، لكن القديم كل يحاول يتمسك بشو اسمه الكولكشن حقه. طيب اول كولكشن AMG. طيب عندنا AMG ريمز، عندنا حاله السياره ممتازه جدا، اوريجينال بالكامل E55، يا سلام سلم السياره سلمكم الله. استخدام الرجال ما زال يستخدمها، لكن يستخدمها ويكند، ممشاها قليل جدا، 96,000 ممشاها فقط. الرجال محافظ عليها ومهتم فيها حيل، راح نوريكم يعني، ما راح امدحها حالتها، لكن ايش السيارة سلمكم الله تحكي عن نفسها، الصورة توضح لك حالة السيارة، حالة السيارة مرة ممتازة، ما فيها ملاحظات أبدا، السيارة ما فيها ملاحظات. نشغل السيارة، ما شاء الله، شوف تخشيباتها سليمة، كل شيء سليم، ممشاها 96,000، عفوا دقيقة، 96,266، ما شاء الله، الله يبارك. AMG sign.